زال في الكثير لم نشاهده. والسعيدي يمر ويمرر وهدف ثاني. يا سلام على الكرة من فايرينن، لا من ألم يبدو لي، فرصة كانت ثانية بالفعل من ألم، فيتور ألم السويدي يفعلها بعد عمل رائع جدا من السعيدي. السعيدي سجل هدفين ويهدي الهدف الثالث للاعب فيتور ألم. شوف العملية، مراوغة جميلة للاعبين الاثنين لروزاليس، ثم يرفع كرة باليسرى وألم بطول قامته يحسن استغلال هذه الكرة. هذا اللاعب المغربي شوف يوضع الكرة بين أقدامه، يدور يراوغ ثم يمر ويرفع، وألم موجود من أمام اللاعب القوي بين قوسين اللاعب دوغلاس الذي يبتعد كثير على